بما اننا فتحنا صفحة جديدة، انا عاوز ده اشوفه فعل مش كلام. يعني ما نبقاش في الوش حبايب واخوات واصحاب، واول ما ندي ظهرنا لبعض نبتدي نلوش. صح كلامك يا سليم بيه، وانا عن نفسي نسيت كل حاجة. المهم بقى انتوا نسيتوا. انسى ازاي يا مروان؟ انسى ازاي وانا كل ما احاول اقوم وما اقدرش بفتكرك؟ انا ماليش دعوة يا حازم باللي حصل لك، انت اللي وقعت. خلاص خلاص انتهينا، احنا اتفقنا نفتح صفحة جديدة يبقى نفتح صفحة جديدة. طب يا عمي لما انتوا واخدين قرارات جايبيني هنا اعمل ايه؟ ما كنتوا كلمتوني بلغتوني. جايبك علشان تسمع اللي هنقرره يا حازم وتوافق عليه وتلتزم بيه. حاضر يا عمي انا موافق. هستأذنكوا عشان عندي شغل. اتفضل. فارس بعد اذنك عايزك في كلمتين. وماله؟ اول مره نتعود على بعض، ولو اني ما عرفش هتعود عليك يبدا. هتعود يا عم. بعد اذنك. اتفضل يا فارس. نورت يا مروان. تسلم يا سليم بيه. طيب يا عمي، بما ان الحمد لله النفوس رضيت، انا بقول بقى نفتح سوا اللي اتكلمنا فيه قبل كده. انسى يا يحيى، الموضوع ده اتقفل خلاص. انت ليه مصر تخلي ده اخر كلامنا؟ عشان لو ما عملتش كده هتبقى دي اخرتنا كلنا. وبعدين ما تنساش ان انت وعدت اخواتك انك خلاص مش هتشتغل في السلاح تاني. طب ناخد رأي الناس على الأقل في اللي بنتكلم فيه. يحيى اسمع الكلام اللي أنا بقولك عليه. أنا فاهم كويس أنا بقولك إيه، ونصيحة من عمك سليم، لو عاوز تبقى لعيب شاطر وحبيت تلعب لعبة حلوة العبها صايمة. يعني إيه؟ يعني ما تاخدش رأيي. قول لي يا فارس، ليك في السيجارة؟ لا، بحس انه مبالغ فيه قوي. مش تجيل على يدك ده؟ تصدق بالله ما في حد مبالغ فيه غيرك. قصدك ايه؟ بهزر يا فارس، بهزر. اهو العرق الصعيدي ده سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. شوف فارس، انا عارف ان في ما بيننا عداوه كبيره، بس انا مش عارف تصدقني ولا لا. انا بستجدعك قوي على فكره. لا صح، بتستجدعني؟ امال لو كنت بتستخيبني كنت عملت فيا ايه؟ محدش فينا سلم من التاني يا عم فارس. اهم حاجه انك تعرف قيمه عدوك، وانت لو ما كنتش راجل صح ما كنتش حطيتك في دماغي على فكره. ماشي، وانا هصدقك. وانت كمان يا مروان دمك حامي وما بتسيبش حقك، وهي دي الحسنه الوحيده اللي فيك. طب ما حلو قوي الكلام ده، احنا ناخد حسنتك على جدعنتي وننزل نخرج بيها مع بعض. قصدك ايه؟ هسهرك سهره يا فارس هترجع منها تتكلم انجليزي. تعرف يا مروان، انا كان نفسي اعرف الشيطان بيفكر كيف. دلوقتي لقيت ان الشيطان بيفكر زي مروان. انت ايه؟ اعوذ بالله منك يا شيخ. شاور عقلك. لا انا ماليش في جو الخبص ده. خبص؟ انا بعد خبص ده هسيبك براحتك. بقول لك ايه؟ ايه بقى؟ ما تروح تسهر انت وتجيب صباع الديناميت ده اجربه. صباع ديناميت؟ يا ريت نرجع اعداء تاني. ودي بتشرب منين دي؟ يا ابوي شربت من جفاها. قالوا لي كنت مبسوط قوي وانا بصالحه، وطرت بالفرحه كده وهو بيضحك.
في الاخر يقولي يا حياه. اكيد مش قصده يا سلمى، علي بيحبك. هو لو اياد ناداكي باسم واحده تانيه هتقولي مش قصده عادي؟ تعملوا ايه بقى يا بناتين؟ ايه ده؟ مالك يا سلمى؟ مفيش حاجه. مفيش؟ مالك يا حبيبتي؟ زعلانه من علي. انتوا اتخانقتوا؟ لا لا، ده هو سوء تفاهم بس. علي غلط في اسمها وهو بيتكلم معاها، نادها باسم طليقته. إيه ياسمين، انا ما يغلطش في اسمي. وهو ده اللي مزعلك؟ وهي دي حاجه ما تزعلش؟ انتي واثقه انه بيحبك ولا لا؟ كنت، بس بعد الموقف ده خلاص. بس هو فعلا يعني صعب حد ينسى حد عاش في حياته لفتره. احنا كلنا بنغلط، انتي نفسك ممكن تنطقي اسمه غلط، وزي ما انتي قلتي هي كانت شريكه حياته لفتره من الفترات، يعني اكيد العلاقه دي باقي منها حاجه. مش ممكن نعيش حاجة وننساها أو تتمحي أو تتمسح من حياتنا، بس برضو ده مش معناه إنه بيحبها. ممكن تكون خطرت على باله لأي سبب تاني. ويعني ما تجيش على باله غير وأنا بصالحه؟ أنتي غيرانة عليه للدرجة دي؟ سلمى أصلها ما حبتش في حياتها غير علي. لو كان بيحبها ما كانش طلقها، ولو ما كانش بيحبك ما كانش رجعلك. عيش يا سلمى، ما توقفيش عند المحطات دي، الحاجات دي هي اللي بتستهلكك وتستهلك طاقتك. فكري في حاجه واحده بس، ازاي تبقي مبسوطه، ازاي تتصالحي مع نفسك. احنا بنعيش مره واحده بس. بقولك يا شهد، مفيش أخبار عن يوسف؟ يوسف؟ وده إيه اللي جابه على بالك دلوقتي؟ لا مفيش، امبارح كنت بطلع نمرة تليفون حد وبعدين اسمه ظهر قدامي، فقعدت أفكر، حسيت إن أنت يعني ممكن تكوني ظلمتيه. ظلمته؟ يا شيخ الله يسامحك، يوسف دلوقتي مرتبط بالباش مهندسة شمس، حبيبة حازم الأولانية. حازم العطار؟ هو انتوا بتعندوا في بعض ولا ايه؟ ايه بنعاند في بعض دي يا بسمة؟ واحنا عيال صغيرة. بس عارفة يا بسمة، أنا لما بفتكر الموضوع ده بتحجب. بتضحكي؟ ده على أساس إنها مش مقصودة يعني؟ والله بالنسبة لي هي فعلا مش مقصودة. أصل أنا عارفة من الأول إن شمس كانت حبيبة حازم الأولانية. بالنسبة بقى ليوسف مش عارفة بصراحة، بس أنا كل فاكراه إن هو فعلا كان بيحكي لي دايما عن عماد أخو شمس الله يرحمه، كان صاحبه في الكلية. سبحان الله، ده كأن ربنا له حكمة إن أنتوا الأربعة تفضلوا بقية حياتكم ندمانين على بعض. بس يا حبيبتي، هو أنت لو قلتي كلمة حلوة بس هتتحرقي؟ هي الحقيقة بتزعل قوي كده؟ أنا ما قلتش غير الحقيقة. تمام، المهم دلوقتي انك تحاول تخلي موضوع تجميد الارصده ده مستمر اطول وقت ممكن. طول ما العطارين مش قادرين يتحكموا في فلوسهم هيفضلوا في مكانهم ومش هيتقدموا خطوه لقدام. ما تقلقش، الموضوع ده تم برجالتي يعني بمعرفتي، لا حد هيتكشف ولا حد هيعرف حاجه. نفذ اللي بقولك عليه. سلام. الباشا الكبير بتاعنا. في جديد يا سمير؟ سمير الرايق طول عمره ملك الاكسكلوزيف سعادتك. ارغي. كنت كلمت سعادتك قبل كده عن ماجي الخربوطلي، فاكرها؟ فاكرها. عايز اتقابل مع ليك. لما تحب تحكي لي حاجه اتكلم على طول.
مش لازم كل شوية أسأل. بتقول إنها عاوزة معاليك في موضوع مهم. رتب لها معاد. أوامرك سعادتك. أنا دلوقتي عايزك في موضوع أهم. في مستردات عند سليم العطار. أنا عايزها. وطبعا هو شايلها في مكان محدش هيبقى عارفه إلا لو كان قريب قوي منه. يبقى مفيش غيره. فتحي الرايق. أبويا لا مؤاخذة. يبقى تعرف من فتحي سليم بيشيل أوراق المهمة فين وتيجي تقول لي. وعايزك اليومين دول تركز شوية في الكباريه. عايز أخبار التجار اللي عندك كلها تبقى عندي قبل ما يخرجوا من عندك. قبل ما يقولوها معاليك تكون عندك. وكده كده أنا موصي سامي ما يسيبش شبر في الكباريه غير لما يعرف إيه اللي بيحصل فيه. وهشرف على الموضوع ده بنفسي. وهزود النبطشية كمان. امشي. طب استأذن انا معاليك.